حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. في هذه الحلقة نتعرف على قصة طفل حفظ القرآن منذ سن مبكرة تحقيقا لحلم أسرة لم تستطع الالتحاق بمراكز التحفيظ ولا ختم القرآن الكريم من قبل. إلهي اجعل كتابك لي شفيعا وبلغني به شأنا رفيعا، إذا جمع الأنام بيوم حشر وقد حملوا بضاعتهم جميعا، فثقل ربي بالقرآن حمني وجاوزني الصراط به سريعا. الحمد لله، أنا من طفولتي وأنا أدرس في التحفيظ. قبل أن أدرس في أي في جامعة السعيد أو في قبل، درست قبل من قبل في جوامع كثير، ودرست في البداية قبل أن أبدأ بالحفظ درست قراءة وكتابة. بدأت بدراستي في القراءة والكتابة، بعدها الحمد لله اللهم لك الحمد، بدأت يعني بالصور الصغار، بالصور الصغار، بالآيات الصغار، ما مشيت يعني كده إن شاء حبة حبة كده، بدأت نصف وجه في اليوم، في نصف وجه يعني واصل كده حتى حفظت يعني بعض الأجزاء وتحسنت الحمد لله اللهم لك الحمد، وبدأت بحفظ كل يوم صفحة لارب. محمد بداية يعني بدأ بالتحفيظ من سن مبكرة، من سن الطفولة، ومن ثم يعني تخللت خلال فترات يعني انقطاع بعض الفترات، ونحن حاولنا يعني بجهودنا نجعل التحفيظ يعني من شأن المواصلة، لأنه ما شاء الله صوته يعني جيد ويعني قراءته حلوة وهو ممتاز يعني في دراسته وكذا في الحفظ، يعني هو يعتبر نموذج يعني للحفظ يعني من بين كثير من الزملاء، يعني دائما تجد فروق فردية بين الطلاب. يصعب أن تحافظ على شيء لا تعرف قيمته، ومحمد لم يكن في عمر يسمح له معرفة قيمة ما بين يديه، فانقطع عدة مرات عن حلقات التحفيظ. والله سبب الانقطاع دائما يعني قد تكون الأسرة من ناحية، وقد يكون يعني المجتمع يعني والبيئة اللي يعيش فيها الرفقاء، يعني بعض الرفقاء، وعامل السن، وعامل السن كمان يعني يلعب دور كبير، يعني لأن الشخص في هذا السن ما ينتبهش مثلا ما هو المستقبل حقه، ما هو الهدف، ما يكونش في عنده يعني هدف للشيء هذا، يعني يجهل هذا الشيء. فاحنا الحمد لله رب العالمين حاولنا يعني لاحظنا عليه يعني الحفظ وأداء والأداء، فحاولنا يعني نجذبه للمدرسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن
عذابها كان غراما. في بداية الأمر كان يحفظ قليل، الآن ما شاء الله يعني يعتبر يعني حفظه جيد، وممكن يعني في الوقت يقدر يسمع لك 3 صفحات 4 صفحات، ما يشكل بعض نعمل له يعني جدول معين، ممكن يعني نقسمه لفترات، يعني فترة عصر أو مغرب. إحنا ندرس فترتين يعني بالمسجد، فترة العصر والمغرب، فأحيانا نعمل نص يعني في الفترة زحمة الطلاب، نعمل يعني ممكن يسمع البعض في فترة العصر والبعض فترة المغرب. أحبت أسرة محمد مراكز التحفيظ، لكنها لم تتوفق في الحفظ، فأرادت تعويض ذلك في محمد. قد تكون الأسرة يعني مشغولة بأي أشغال أخرى، ما يكونش فيها هدف، يعني عندها هدف لهذا الشيء. فمحمد الحمد لله رب العالمين، بعض الزملاء والأساتذة حاول يعني يدهفوا إلى جامعة السعيد، يعني لأن ما شاء الله عندنا نحاول يعني نهتم بالأداء، ونهتم يعني بكذلك الطلاب من خلال الأنشطة والدروس، يعني أعطيهم بعض الدروس الفقهية، وكذلك يعني بعض الدروس في تحفة الأطفال والأحاديث النووية، مما شكل هذا يعني أن حب التحفيظ وحب كذلك يعني هذا الجامع نفسه أنه يلتحق بهذا الجامع. الحمد لله، اللهم لك الحمد، بمجهود من أبي وأمي، هم بدأوا يعني بجهودهم على أن يعلموني في التحفيظ وفي الدراسة وفي دراستي، وبدعواتهم توفقت، وبعد أن توفقت الحمد لله، اللهم لك الحمد، هم من كانوا يجهدونني على أن أتعلم وأدرس التحفيظ وأحفظ القرآن، وكانوا يعني باتجاب، وكانوا يقولون لي بأن يسمعون لي في المنزل، يقولون لي اجتهد لحفظ القرآن فإنه كتاب الله. بعد التحاقه بتحفيظ خلال الفترة الأخيرة لم ينقطع أبداً، بل وأراد تعويض انقطاعاته السابقة. ما أحد درس في التحفيظ ولا أحد حفظ القرآن، درسوا في التحفيظ وحفظوا بعض الأجزاء، لكن لم يتم التوفيق من الله على أن يحفظوا القرآن كاملاً، وأرادوا يعني أن أحقق لهم الحلم بأن أحفظ لهم القرآن، وأكون أنا يعني في المنزل حافظاً لكتاب الله. فبمبذول منهم أرادوا يعني منها مني هذا الشيء، فحققت لهم هذه الرغبة الذي كانوا يريدونها مني، وهي حفظ كتاب الله، لأن كتاب الله نور من الله أنزله إلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القرآن نور من الله فيه أحكام كثيرة، فما يعني بقول لك فيه يعني أخلاق عالية، يعلمك الأخلاق، يعلمك الصبر، يعلمك المروءة والصبر والاستمرار على الطاعة، يعلمك أحكام دينية،
يعلمك يعني أكثر يعني كثير من الأمور في الحياة موجودة في كتاب الله. أنا أنصح كل طالب كذلك كل إنسان مسلم يعني أن هذا المنهج يعني القرآن الكريم هو عمل وليس يعني فقط مجرد حفظ، مجرد يعني قراءة أو كتابة أو مثلا يوصل لهذا الشيء مثلا مجرد شهرة أو مجرد أي شيء، لأن هذا في نهاية العمل في نهاية المطاف هو يعني يحاسب عليه، إما أنه يعني حجة له أو عليه. فالمعتبر في هذا الأساس هو العمل وليس الحفظ مجرد فقط. إذا كان مجرد حفظ فممكن ينتسم على الأيام، ممكن يعني يحفظ وينسى في أي وقت من الأوقات. محمد وجدته يعني نموذج لكثير من الزملاء في الأخلاق، في يعني كثير من الطلاب يعني في الأخلاق، وكذلك محافظة على الصلاة في أوقاتها، كذلك حضور بعض المحاضرات والدروس الفقهية لدى المشايخ، مش مجرد فقط يعني يكتفي بالدروس مثلا في عند المدرس داخل المدرسة أو الجامع، كذلك يعني يخرج بعض المحاضرات عند كثير من المشايخ ويحضر بعض الدروس الفقهية كذلك. العمل بالقرآن واجب لأنه إما أن يكون حجة لنا أو علينا. القرآن نور من الله أنزله إلينا لكي نعمل به، لا لنقرأه ونحفظه وكذا نحفظه، وإنما لنحفظه ونعمل به، لأن العمل به سيكون لنا نجاة يوم القيامة، لأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، يا إما حجة إما أن يكون له حجة له أو عليه. محمد طفل موهوب في الخطابة وفي الصوت وله الكثير من القدرة على الحفظ والاستيعاب وأيضا مميز حتى في المدرسة، لكن تبقى مشكلة واحدة أنه يريد المزيد من التشجيع بشكل دائم ليستمر. درست تحفة الأطفال، درست الأربعين النووية، حفظت أسماء الله الحسنى كاملة، حفظت اسم النبي صلى الله عليه وسلم كامل، حفظت أمور كثيرة واستفدت منه في طلب العلم، وأيضا علمت منه من كثير من أحكام الصلاة وفروض الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة، كثير أمور في الفقه وفي الحديث وفي التجويد. المجال اللي يحبه دائما هذا الشخص يعني ينجح فيه، بس قد تكون هناك موهبة في داخل الشخص هو ما يعرفهاش بنفسه، يعني من خلال يعني الصوت هذا، من خلال يعني أداؤه وحفظه وإتقانه للقرآن الكريم، ممكن كذلك يعني يقدر يشارك في المسابقات القرآنية، ممكن يعني يقدر إنه ممكن ينشد، يعني هذا الصوت يساعده على الإنشاد، صوته جميل يعني يقدر يساعده في الإنشاد، يقدر يساعده مثلا في إمامة الناس في الصلاة، صلاة التراويح، يؤم الناس في الصلاة. ارتباطي الحمد لله اللهم لك الحمد في الدراسة في مدرستي تم كويس يعني تمام ممتاز، أنا في ممتاز في دراستي الحمد لله اللهم لك الحمد، هذا توفيقا من الله وفضلا من الله عليه. والقرآن القرآن الكريم يعني أداء مثل ما أقول لك، القرآن الكريم يعين الرجل أو يعين الطالب في دراسته ويعينه على أمور حياته. وصل إلى سن 15 فوجد نفسه مسؤولاً عن كل أهله، فبدأ بالتعليم والنصح لكل أفراد الأسرة. هو لابد يعني على كل إنسان مسلم أنه يحفظ هذا القرآن الكريم، هذا يعني شرط أساسي، أن هذا واجب على كل إنسان مسلم،
إذا كان في الأسرة يعني يستطيع أنه يساعد، يعني هو النموذج بالنسبة للأسرة، يستطيع أنه يساعد أخوه أو أخته، فيكون يعني يقدر أنه يسمع لهم بحيث أنهم يصلوا إلى المستوى المطلوب، يعني ممكن يعني يكون يعني لهم يقدروا أنه يكملوا المصحف من بعده. الحمد لله، اللهم لك الحمد، في قرآن بحفظ لكتاب الله، أعلمهم أعلمهم من كتاب الله، أعلمهم القرآن وأحفظهم، أشد عليهم وأقول لهم راجعوا استمروا في حفظ القرآن. معي أختي تدرس في التحفيظ، وأشد عليها وأقول لها تعلمي القرآن، وأخي الأصغر مني وأعلمه كذلك على التحفيظ، وأدله على هذا الشيء، وأراجع له في المنزل، وعمل له ما يكون ما هو واجب علي. أنا أتوقع له أنه إذا استمر بهذا النهج، يعني أنه يصير إلى مرحلة يعني أفضل من هذه بكثير، يعني بيكون مثلا يعني ممكن يكون يعني شيخ، ممكن يكون يعني داعية، يعني ممكن يصير إلى مستوى أفضل، بس يعني يحتاج إلى يعني أنه أحد بس يقف بجانبه ويشجعه على أنه يصير إلى هذا المستوى فقط، يحتاج مجرد تشجيع فقط، مجرد إعداد ليس إلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. محمد وهو الطالب الذي بدأ التحفيظ مبكرا ثم انقطع ثم عاد مرة أخرى وهكذا نظرا لصغر سنه آنذاك، ولا يزال بالمناسبة صغيرا في السن، فقط 15 عاما، يستطيع أن يصل إلى مرحلة بعيدة بناء على قدرته في الاستيعاب والحفظ وموهبته، سواء في الذكاء أو في الصوت أو في حتى الخطابة، أمور كثيرة يستطيع أن يحققها إن هو اشتغل على نفسه وكان هناك المحفز من الآخرين كما تحدث بذلك مدرسه. لذلك نتمنى محمد ألا تقف موهبته عند هذا الحد وتمضي به بعيدا، وإن شاء الله نشوفك مرة ثانية وأنت أكثر من هذا المكان لأنك تستحق، ولذلك نحن نكرمك في عشاق القرآن، وأيضا اسمنت الوحدة يهديك 100,000 ريال. تفضل. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.